مساء الخير عليكم أصدقائي الأحباء. بنكمل النهاردة قصة الغنى في حياتي وإزاي أنا مشيت المشوار ده. الأول هبدأ معاكم بأشكر كل الأصدقاء اللي شاركوا في القناة ودعمونا وليهم تعليقات جميلة الحقيقة، سوزان عمر ومحمد ونيس وحسن حسين ومصطفى محمود صديقي الإذاعي الجميل، وناس كتير قوي الحقيقة كان ليهم دعم وليهم تعليقات مهمة الحقيقة عليا وفادتني إزاي نخرج هذا العمل اللي احنا بنعمله مع بعض وشركاء فيه. سعيد ان انا اكون معاكم شريك في هذا العمل وتكونوا شركاء معايا في هذا العمل. احنا توقفنا في المرة اللي فاتت عند سهارة والبدر طالع ومنور كل الشوارع. هنكمل دلوقتي حكايتي مع كان طارق مدكور لسه موجود في الحكاية الحقيقة. طارق مدكور موسيقي شاطر جدا وموهوب وعبقري الحقيقة، ومستمع جيد جدا لكل أنواع الموسيقى في العالم وخصوصا موسيقى الجاز. يعني هو اللي عرفني على تشيكورية، عرفني على ناس كتير قوي عازفين، وكان بيقول لي يفتح لي البيانو كده ويقول لي طريقة العزف، يعني ازاي بيدوس على الأوتار، ازاي بيعزف النوتة دي. وساعات كان يقول لي تعالى اعزف كده، فعلمني حتى عزف أغنية أنا فكرها كويس قوي اللي هي في عينيكي غربة وغرابة لمحمد منير، علمني إزاي أعزف هذه الأغنية. مش كلها طبعا، علمني أعزف جزء صغير منها، بس أنا بقيت حابب نفسي قوي وأنا يعني بقيت عازف كبير يعني. المهم طارق مدكور كان من هو صغير كان شغوف بأنه يبقى موسيقي كبير الحقيقة، يعني كان عنده طموح عظيم من هو لسه صغير جدا، يعني كان لسه في تانية ثانوي أو أولى ثانوي، وكان طارق شايف شوفة كبيرة الحقيقة. ومن الحاجات المهمة ان طارق كان القائد بتاع اصدقائه، يعني كان في اصدقاء موسيقيين معاه في المدرسة اللي هو كان فيها، وكان فعلا كلهم مزيكاتية كويسين. محمد مغربي اللي عزف في اغنية سهارة بتاعت عمرو دياب، ده محمد مغربي ده صديق طارق، وناس كتير قوي مش فاكر طبعا اساميهم قوي، ولكن فاكر محمد مغربي لانه عزف في اغنية من الاغاني اللي احنا عملناها مع بعض. المهم طارق مدكور كان صديق لفتحي سلامة، كنا بنروح لفتحي سلامة، كنا بنركب مترو مصر الجديدة لما كان فيه المترو ساعتها، وكنا نيجي لفتحي ننزل عند بيته هنا في مدينة نصر ونطلع لفتحي نقعد مع فتحي. كان هو طارق بيعرف هاني شنودة وبيعرف فتحي، وكان بيتعلم الحقيقة منهم، وكان شاطر وموهوب، وهم شايفين ان هو شاطر وموهوب وحد مهم. فالمهم طارق مدكور عن طريق فتحي كان هاني الأزهري الدرامر الشهير اللي كان بيلعب مع هاني شنودة في فرقة المصريين، كان عمل فرقة، يعني كان ساب هاني شنودة وعمل فرقة اسمها فريق الإنسان. فريق الإنسان ده كان مكون من فاطمة وحسين سراج، دول المغنيين بتوعه، وكان عز الدكروري وفتحي سلامة وهاني الأزهري ومش فاكر مين تاني، بس ده كان فريق الإنسان اللي كان فيه موسيقيين من فرقة البتي شا اللي كان بتلعب أغاني خواج، وحسين سراج ده كان مغني غربي عظيم. فروحنا أنا وطارق هاني الأزهري، فهاني الأزهري كان بيلحن ساعتها، فقال لي طب وريني كده الكلام اللي انت بتكتبه. فالمهم سمعته حاجات، فقال لي طب انا عايز دي، كانت غنوة اسمها فاكر انا مش ناسي اهلي واحبابي وناسي، مهما تغرب او قاسي عمر القلب مكان قاسي، فاكر شجر التوتة والغنوة والحدوتة، ومش فاكر بقية الكلام الحقيقة بتاع هذه الأغنية. وفعلا لحنها هاني لحن عظيم قوي، لحن جميل، وغناها حسين سراج في ألبوم لفريق الإنسان اسمه دنيا الأرقام. دنيا الأرقام كتبها صديقي العزيز يعني جمال عبد العزيز الشاعر والمخرج وبتاع الإعلانات الشهير يعني، وكان معانا في نفس الألبوم ده كان كاتب غنوة محمد زادة الشاعر، محمد زادة أو مشمش كما نطلق عليه يعني. مشمش ده كان صديق لهاني الأزهري جنبه، ساكن جنبه في المانيال، المكان كان في المانيال. فكنا بنروح لهاني الأزهري ونشتغل كلنا مع بعض، جمال عبد العزيز ومحمد زادة، دول أول اتنين شعراء بقينا صحاب جدا، وهم أولاد ناس قوي على فكرة. محمد زادة الله يرحمه وجمال عبد العزيز دول من أهم الناس اللي أنا عرفتهم في حياتي الحقيقة. جمال عبد العزيز له طريق وسكة، ولكن أنا كنت الصداقة اللي حصلت بيني وبين حد كان محمد زادة الحقيقة، صداقة عظيمة جدا. فكنت لما روح المانيا لما لقيش هاني الأزهري أعدي على محمد زادة أو مشمش وأقعد معاه في البيت، ونقعد بقى. والدته كانت ست لطيفة جدا وكريمة جدا، وكان بتحبني زي ابنها يعني، فصارت علاقة بيني وبين محمد. فبقيت أروح مثلا لو ما لقيتش هاني أروح لمحمد ونقعد مع بعض. مش فاكر قوي الأغنية اللي كتبها محمد زادة في الألبوم ده، لكن محمد زادة كتب أغنية مهمة جدا من الأغاني المهمة جدا بتاعت الحاج أحمد منيب،
اللي هي أم العيال العشرية، اللي هي مين اللي يسهر جنبي الليل، مين اللي باله معايا طويل، مين لما أتعب يساعدني ومعايا حمل الهم يشيل. من هي غير ست الستات أم العيال العشرية دي؟ كانت غنوة مهمة جدا للحاج أحمد منيب، ونجحت نجاح كبير قوي كان في الألبوم اللي هو عمله، اللي هو كان صدقني يا صاحبي كان فيه في دايرة الرحلة، وكان فيه أغاني كتير. والألبوم ده عمله حميد الشاعري مع الحاج أحمد منيب. المهم اللي أنا عايز أقوله لكم، طارق مدكور، نرجع لطارق مدكور تاني. فبدأت أنا وطارق مدكور وهاني الأزهري ومطرب غربي بيغني غربي مع البتيشة برضو اسمه صادق ليني. هذا المطرب كان بالنسبة لي من أعز أصدقائي في حياتي كلها اللي حصلت. يعني صادق ساعتها لما شاف الكلام كان بيعمل أغاني مع الشاعر الكبير الراحل عبد الرحيم منصور، ولكن توفى عبد الرحيم منصور في الوقت ده. فصادق كان عمل مع عبد الرحيم منصور ربك هو العالم، اللي هي لحن أحمد منيب وتوزيع فتح سلامة، الأغنية العبقرية يعني، وصادق مغنيها طبعا غنى حلو جدا يعني، لما تسمعوها ممكن تدوروا عليها وتسمعوها. فبدأ صادق يدور على مين يكمل له الألبوم يعني، لأنه كان هيكمل مع عبد الرحيم منصور، لدرجة إن أنا في بعض الأغنيات اللي كان عبد الرحيم منصور بدأ يكتبها وما كملهاش، فتعرض عليا إن أنا أكملها يعني. وأنا طبعا ما كنتش رافض ده خالص، ولكن ما حصلش ان انا كملت هذه الاغنيات، او كملت اغنية منهم وما اتعملتش. المهم عملت مع صادق اغنية مع هاني الازهري اسمها قمر الليالي في تسهيرة. هو كان لما اختار الكلام كان اختار قمر الليالي في تسهيرة وعيون حبيبتي الكحيلة منورين ليا الليلة، فلحنها هاني الازهري وعملها لصادق الليني وقتها. وطارق مدكور كان اختار كلام وبدأ يشتغل فيه، اللي هو في قلبي بيهمس مزماري رغمني بخبي وبداري. دي الأغنية اللي عملها طارق مدكور التانية بعد سهارة عملناها مع صادق الليني، وفعلا الأغنيتين اتعملوا ونزلهم صادق الليني وقتها. وكملت الرحلة بعد كده وأصبحت بيني وبين محمد زادة وهاني الأزهري وطارق مدكور صداقة عظيمة جدا، وصادق الليني طبعا. وبدأت من هنا أتعرف على بقية الوسط الفني، يعني أشوف الناس كلها وأشوف الوسط الفني كله. يعني أنا ما كنتش لسه لما عمرو دياب غنالي الأغنية بتاعت سهارة ما كنتش لسه شفته، ما عرفهوش أصلا، لغاية ما قابلته في كازينو كده على كورنيش المعادي اسمه نيل جاردن، كان بيغني فيه صادق، فقابلت عمرو دياب كان بيغني بعد صادق. وصادق ساعتها كان صيحة، كان أهم من ناس كتير قوي في الوقت ده، علاوة على أنه ابن ناس ومثقف وحاجة كده تحبها صادق الليني. مش هطول عليكم، نكمل في مرة تانية بقيت المشوار مع الشعر والأغنية ومصر وأصحابي في مصر، وأنا بستمتع معاكم وأنا بقعد أحكي هذه الحكايات، ويا رب تكونوا مستمتعين باللي احنا بنحكيه مع بعض. أشوفكم على خير.